هذه الرسائل أولها رسالة من المخلصون عبد الله محمد أحمد الرياض منظور أحمد قريشي أحمد حسين. يقول الأخوة: الموضوع يوجد بطاقات مكتوب عليه أسماء الله جل جلاله مثل هذه الصورة الذي بجانب هذه الرسالة، وقد ضمنوا هذه الرسالة الصورة لكسوة الكعبة وعليها آيات من كتاب الله المبين. يقول: وترمى في الأرض من قبل ناس لا يعرفون الإسلام، ويقول: هذه فقط إشارة، وما تنصحون الباعة بذلك أو من يهمه الأمر بذلك؟ الحمد لله، هذه المسألة كثرت الناس على أوجه متعددة، منها بطاقات تحمل الله، وأخرى إلى جانبها تحمل محمد، ثم توضع البطاقتان متوازنتين على الجدار أو على لوحة أو ما أشبه ذلك، ونحن نتكلم على هذه الصورة. أولا، ما فائدة تعليق كلمة الله فقط، محمد فقط، إذا كان الإنسان يظن أنه يستفيد من ذلك بركة؟ فإن البركة لا تحصل بمثل هذا العمل، إذ أن هذا ليس بجملة مفيدة تكسب معنى يمكن أن يحمل على أنه للتبرك. ثم إن التبرك بمثل هذا لا يسوق، لأن التبرك بالله وأسمائه لا يمكن أن يستعمل إلا على الوجه الذي ورد، لأنه عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف. ثم إن هذا الوضع الذي أشرنا إليه سابقا، أن توضع كلمة الله وبجانبها موازية لها كلمة محمد، هذا نوع من التشريك والموازنة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يجوز. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ثم إن التبرك بمجرد وضع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجوز، فالتبرك إنما يكون بالتزام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. هذه صورة مما يستعمله الناس في هذه البطاقات، وقد تبين ما فيها من مخالفة للشرع. أما بالنسبة للصورة الثانية التي أشار إليها الأخ السائل، فهي أيضا محل نظر، جوازها محل نظر، وذلك لأن الأصل في كتابة القرآن على الأوراق والألواح، الأصل فيه الجواز، لكن تعليقه أيضا على الجدران في المنازل لم يرد ذلك عن السلف الصالح رحمهم الله، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا عن التابعين، ولا أدري بالتحديد متى حصلت هذه البدعة. فهي في الحقيقة بدعة، لأن القرآن إنما نزل ليتلى، لا ليعلق على الجدران وغيرها. ثم إن في تعليقه على الجدران فيه مفسدة، زائدا على أن ذلك لم يرد عن السلف، تلك المفسدة هي أن يعتمد الإنسان على هذا المعلق ويعتقد أنه حرز له، فيستغني به عن الحرز الصحيح وهو التلاوة،
باللسان نعم. فإنها هي الحرز النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فالإنسان إذا شعر بأن تعليق هذه الآيات على الجدران مما يحفظه، فإنه سيشعر باستغنائه بها عن تلاوة القرآن. ثم إن فيها نوعا من اتخاذ آيات الله هزوا، لأن المجالس لا تخلو غالبا من أقوال محرمة، من غيبة أو سباب وشتم أو أفعال محرمة، وربما يكون فيها شيء في هذه المجالس شيء من آلات اللهو التي حرمها الشرع، فتوجد هذه الأشياء والقرآن معلق فوق رؤوس الناس، فكأنهم في الحقيقة يسخرون به، لأن هذا القرآن يحرم هذه الأشياء، سواء كانت الآية المكتوبة هي الآية التي تحرم هذه الأشياء أو آية غيرها من القرآن، فإن هذا بلا شك نوع من الاستهزاء بآيات الله. لذلك ننصح إخواننا المسلمين عن استعمال مثل هذه التعليقات، لا بالنسبة لاسم من أسماء الله أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو آيات من القرآن، وليستعملوا ما استعمله سلفهم الصالح، فإن في ذلك الخير والبركة. أما بالنسبة لسؤال الأخ، الله، قبل أن نأتي لسؤال الأخ، ذكرتم أن تعليق القرآن الكريم على الجدران، حبذا لو أشرتم لو إشارة عن تعليق القرآن الكريم على الأشخاص أنفسهم. طيب نشير إليه بعد استكمال البحث. أحسنت إن شاء الله. أقول بالنسبة لما أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن ترمى في الأسواق وفي الزبل وفي مواطئ الأقدام، فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من امتهان القرآن الكريم، ولكن المخاطب بذلك من هي في يده، إلا أن الباعة الذين يبيعونها إذا علموا أن هذا يفعل بها غالبا يكون ذلك موجبا لتحريم بيعها والاتجار بها، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو غالبة إلى شيء محرم فإن ذلك العقد يكون حراما، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت. نعم انتهت. بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى، سواء كانت أمراضهم جسمية أو نفسية للاستشفاء بها، فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلف. نعم. فمن العلماء من يجيز ذلك لما يشعر به المريض من الراحة النفسية، حيث إنه يحمل كلام الله عز وجل، وشعور المريض الشيء له تأثير على المرض زيادة ونقصا وزوالا كما هو معلوم. ومن العلماء من قال إنه لا يجوز، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء، وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض. وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب، فإن إثباته سببا نوع من الشرك، ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع، فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع، وهذا نوع من الشرك. أحسنت.